البيان التوضيحي اللي خرجت به المؤسسة من بعد واحد البيان ديال المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي كيهدف بالأساس أنه يدوز واحد الميساج واحد لهاد الناس أن الطالب في المؤسسة له حرمته، الطالب ما خصوش يدخل في اعتبارات شخصية أو اعتبارات نقابية، طالب بعيد على النقابة بعيد على المؤسسة، فالطالب يعني خصو يبقى هو الأساس ديال العمل ديالنا، وحنا كأساتذة أو كمسؤولين مطالبين أننا نوفر جميع الظروف باش يكون الطالب يدوز الامتحانات ديالو في أحسن الظروف وباش يمكن ليه يخرج لسوق الشغل في أحسن الظروف، خاصة أن العملية ما كتخص فقط الطلبة العاديين، كتخص كذلك الطلبة اللي غيتخرجوا هاد السنة ولا غيلتحقوا بسوق الشغل واللي كنتظروهم والديهم وعندهم واحد المجموعة ديال الانتظارات، وكاين اللي عنده رغبة أنه يكمل الدراسة ديالو في, 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 في بلدان أخرى. ولهذا فاحنا كندعيو الاساتذه يعني بكل روح اخويه وبكل روح ديال ديال ديال, ديال الحوار والنقاش ان نكملوا المسير اللي بدنا. احنا مؤخرا يعني هذه من باموا ونسيني ان كور اتفاق اللي كان يعني نتيجه ديال واحد عده لقاءات حواريه اللي وصلنا لواحد الاتفاق مشترك اللي خرج العلن يعني يعني موقع من النقابه ومن المؤسسه اللي فيه واحد المجموعه ديال يعني واحد المجموعه ديال ليزافونتاج اللي تعطات الاساتذه والجسم يعني البيداغوجي في المؤسسه واللي كان عليها اتفاق وكان عليها واحد الاجماع. فإذا به من بعد كنلاحظوا أن كاين واحد الالتفاف على هذه المسائل، حنا ما فاهمينش شنو هو السبب الحقيقي لهذا الأمر هذا، ولكن المؤسسة كذلك معروفة أنها مؤسسة تعمل تجد في العمل، مشات في واحد المسار ديال الجودة، واحد المسار ديال العالمية، في واحد المسار ديال الانفتاح سواء على مستوى البلاد ديالنا أو على المستوى الخارجي. كاين الحمد لله عدة مجازات يعني في جميع المستويات، ويصير في الانسان يجي يدير واحد الدوره يعني خاطفه على المؤسسه باش يفهم انها مؤسسه متميزه عندها الصدى ديالها عندها الامباكت ديالها في سوق الشغل. فالحمد لله الخريجين ديالنا كي انتيغرو المارشي ترافاي دي مانيير تري فاسيل واحد السرعه قياسيه، كذلك مقبولين في عده معاهد في الدول الاجنبيه ومعاهد اللي عندها يعني قيمة يعني علمية كبيرة وعندها مكانة على المستوى الدولي. هذا كله كيبين أن المؤسسة غادا في المسار الصحيح، غادا في مسار الجد والعمل وإن شاء الله التفوق للطلبة ديالنا. ولهذا احنا كأساتذة وكأطور مطالبين أن يكون عندنا واحد النوع من النضج يعني اللي خلينا ما نمسوش مصلحة الطالب أولا وأخيرا. فلا ميسيون ديال بيداغوجيك ديال الأستاذ خاصها تبقى خارج حسابات نقابية أو حسابات سياسية أو أخرى أو حسابات أخرى. فالطالب كيف تيقولوا يعني في اللونجاج كوما طالب خط أحمر بالنسبة لنا كلنا، وخصنا نحميه وخصنا نوفر له الظروف ديال أنه يكون بعيد على ما هو نقابي وما هو يعني شخصي وما هو كذلك مهني. فالطالب الهدف ديالو والهدف ديال التواجد ديالو في المؤسسه هو العلم اولا، تحصيل العلم من بعد يجتاز المباريات ديالو من بعد يكون عنده فرصه انه يدخل سوق الشغل في احسن الظروف. فهذه هي الهدف الاساسي من التواجد ديالو. ف يعني ندخلوا الطالب في اي متاهات اخرى باي عنوان كان راه مسموح لنا به، وكاينه قوانين في البلاد اللي كتنظم هذه المسائل هذا، وكنا ملزمين باحترامها احسن احترام.